أسأل الآن، ألا نحتاج فعلا لتنظيم هذا المستقبل، لتنظيم هذه الأعمال إلى استراتيجية مفهومة تماما؟ ماذا نريد وكيف نصل إلى ما نريد؟ ما في شك بأن كما يقول المثل، إن لم تكن تدري إلى أين أنت ذاهب فلن تصل. نعم، حتى تصل هناك يجب أن تعرف أين أنت متوجه، وهذا يتطلب منا أن يكون لنا أهداف محددة واستراتيجيات محددة. وأنا أقول أن هذا يحصل أيضا، هنالك وعي، أصبح هنالك شعور جديد لدى الوطن العربي، شعور بنوع من اليقظة الجديدة، نريد أن نشجعها أنا وأنت، نريد أن نشجعها في مجتمعنا، في أولادنا، في أحفادنا، لأننا بذلك نخلق بهم شعور المسؤولية. مثال ذلك، تكلمت عن هذا الحدث الهام اللي هو قيام المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تكرم أيضا سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بأن يكون الرئيس الأعلى لها. كنا نتحدث لسنين طويلة حول كيفية جمع العقول العربية المهاجرة، وكيف يمكن استقطابها. وأنت تعلم أن هذا قيام هذه المؤسسة هو نتيجة للاجتماع السابق الذي دعي إليه حوالي 300 عالم عربي من كل الدنيا، من كل المجالات العلم، وتبين أن هنالك علماء عرب في أعلى مستويات الكفاءة موجودين على أعمالهم في نطاق اختصاصهم في كل العالم. وهذه المؤسسة تهدف إلى وضع استراتيجية لتحقيق ما تكلمنا عنه كثيرا من استقطاب العقول العربية وحفاظ على العقول العربية ومنعها من الهجرة والاستفادة منها لخلق إبداع عربي. ويمكن كان من أسعد أيام حياتي عندما سمعت عن هذه المبادرة، لأنني وأنا من سنوات طويلة أصرخ لعمل من هذا النوع، فجاء هذا العمل وتحقق. هذا جانب، إذا أخذنا كل جانب سأستطيع أن أعطيك ما يسمى النور في آخر النفق في كل مجال، وهو موجود، لأن هنالك خيرين في هذه الأمة يعملون كل في مجاله وفي اهتمامه لإضاءة هذا النور في آخر النفق في مجال معين لنصل إلى أهدافنا. أشكرك أستاذ طلال، فعلا دائما تدفعني للأمل وللتفاؤل، ولكن يظل في ذهني كما في ذهن المواطن العربي أسئلة كثيرة بحاجة للإجابة. مثلا تجد في سوريا مركز البحوث العلمية، في القاهرة أيضا، في تونس، في الشارقة، في الإمارات بشكل عام، مراكز البحوث العلمية في كل مكان، لكن تفاجأ أحيانا أنه ليس هناك تنسيق بين هذه المراكز. ترى مثلا بعض الجامعات تنهض لديها العلماء العرب، كما يحدث فعلا في جامعة الشارقة وجامعة الأمريكية في الشارقة، يأتي العلماء العرب من كافة أنحاء العالم ويدفع لهم إغراء مادي ومعنوي ليجلسوا هنا ويعلموا طلابنا. نحتاج إلى التنسيق. لا يمكن أن ترى مثلا مركز بحث علمي يبحث ربما في نفس الموضوع الذي يبحث فيه موضوع. أسألك في هذا المجال، كيف يمكن التنسيق بين مراكز البحوث العلمية الجامعات العربية؟ أنا آمل أن توضع آلية لشبكة اتصال لتبادل الأبحاث والمعلومات، وعندي عدة اقتراحات. من الاقتراحات التي سأقدمها مثلا أن نقيم نظام للاعتراف بالجامعات. لا يجوز أن يكون الاعتراف بنا في جامعاتنا هو بتقييم أمريكي. نعم. الجهة الوحيدة التي تقيم الجامعات في المنطقة هي أمريكا. يجب أن يكون لدينا منظمة تقيم الجامعات لغرض التنافس للحصول على التقييم المقبول. تقصد مرجعية عربية لها سوية عالمية أو معترف فيها. نعم. واللي تسمى ما يسمى علميا accreditation board، يعني يعطيك أنك أنت أصبحت معترفا بك درجة أولى إلى آخره. نعم. فهذا يحث على التنافس ويتم من خلال تقييم الجامعات، فبالتالي يحث على الإبداع في الجامعات. إنما في مجال الاختراع وفي مجال الإبداع العلمي
صحيح هنالك مراكز بحث كثيرة في الوطن العربي، وهنالك مراكز بحث هامة كما تفضلت في سوريا، في الكويت معهد الأبحاث العلمية من المعاهد المتقدمة جدا، وكذلك في الدول العربية الأخرى وفي مصر وفي السعودية. ما أريد أن أركز عليه أن قيام هذه المؤسسة الجديدة اللي هي المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي هي ليست شارقية أو إماراتية، هي عربية. نعم. ومقرها هنا لأنه يجب أن يكون لها مقر في أي مكان، كالجامعة العربية مقرها في القاهرة، ولكنها ليست جامعة مصرية، جامعة الدول العربية. فكونها موجودة في الشارقة هو كعنوان كمقر، إنما هي في توجهها مؤسسة عربية إقليمية. هذه المؤسسة العربية الإقليمية تستطيع أن تقوم، وأنا أعتقد أن هذا من أحد أهدافها، أن تكون البوتقة، وهي تضم خبراء وعلماء من كل مراكز الأبحاث العربية، ففيها مثلا كما نعرف من المصريين ومن دون أن نذكر الأسماء من العلماء من كل الدول العربية ومن خارج الدول العربية. فبالتالي أنا أتوقع أن هذه المؤسسة هي النور في نهاية النفق الذي سيوصلك إلى عملية التنسيق بين مراكز الأبحاث العربية. نظل في النفق قليلا؟ ظل في النفق. أنا أريد أن أقنعك بأن هذه الأمة سترى النور وستصل إلى قمة العالم كما كانت تجلس على قمة العالم.